يتكرم اليوم بالإشراف على حفل تسليم عقود تسوية الوضعية العقارية. دور القمر الحكومي. حاج دور شوية. أنت وقتاش تسكن هنا؟ من 70 إلى 74. من 74. عبد الله بن يونس بن محمد العبيد. هو تم استغل من بعد التسوية هذا وكان جانب الوحيد. الحي السكني سيدي مسكين فيه 120 عائلة، يعني 120 مسكن، ولكن احنا تعرف ان برنامج التلقي مرتبط كذلك برغبة المتساكنين في تسوية الوضعية نتاعهم. اليوم تلقينا 121 ملف، سوينا 6 ملفات لأنه الناس كانت مش متأكدة أنه البرنامج هذا حقيقي واقعي، كانوا يعني شاكين أنه بعد 30 و 40 سنة مش يصبح مالك، كانوا شاكين في البرنامج. اليوم بيناهم وقت السيد رئيس الحكومة أعطى العقود التمليك أصبح البرنامج حقيقي، وبالتالي دعوة لأهالي سيدي مسكين وغيرهم من التجمعات السكنية أنهم يسعوا في تسوية هذه الوضعيات حتى يصبحون مالكين بصفة قانونية. كما قال رئيس الحكومة هذوما تولي عنده وضعية قانونية سليمة، نجم يبيع ونجم يرهن ونجم يورث لعائلته ويخلي وضعيات سليمة. عدد العائلات في البرنامج هو البرنامج فيه أكثر من 1112 تجمع سكني في الجمهورية التونسية، يشمل أكثر من 162 معتمدية على كامل تراب الجمهورية، وإحنا حريصين على أنه يتم تسوية كل الوضعيات هذه، يعني كل الأحياء والتجمعات السكنية هذه لازم أصحابها يكونوا عندهم شهادة.